تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. معنا الأعزاء، صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج مثل ما عودناكم بنتطرق لمواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم وداخلاتكم وكذلك اقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكر برقم التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق مير القفلي، وفي الإخراج نمر محمد، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. صباحكم الله بالخير جميعا. أذكركم برقم التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مثل ما تعودنا فقراتنا بتكون متنوعة، عندنا فقرة السوشيال ميديا وكذلك الفقرة التوعوية. بنبدأ فقرة السوشيال ميديا وأغلب ما يدور فيها ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور سرور دكتورة، عليك على كل المستمعين إذاعة نور دبي. صباحك نور وسرور. بناخذكم جولة بالأشياء اللي قاعد تصير في قنوات التواصل الاجتماعي. نحن موجودين هذا الأسبوع من يوم الاثنين إلى يوم الخميس في معرض الصحة العربي، وهو اللي يعتبر من أكبر المؤتمرات والمعارض في القطاع الصحي، ويعني يشمل الشرق الأوسط كله وشمال أفريقيا كامل. موجودين أيضا من ضمن الأشياء اللي نحطها المشاريع اللي أطلقناها، واليوم راح نطلق مشروع جدا مهم يهم كل فرد في المجتمع. فنتمناهم أن يتابعون حساباتنا، لأن هالإطلاق يعني راح يسهل لهم إياها في خدمة إن شاء الله راح تتوفر لهم في أغلب الأماكن، وكل الأماكن كانت متوفرة قبل في مكان واحد أو أماكن معينة. فهالخدمة راح نطلقها إن شاء الله اليوم، ونتمنى أنهم يتابعون قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة في هيئة الصحة. أيضا يعني ما شاء الله اليوم بيكون عندنا أيضا بعض المذكرات التفاهم، وهي كلها لتحسين وتطوير الخدمات وتعزيز التعاون بيننا وبين المجتمعات والدول الثانية والمؤسسات اللي خارج الدولة وداخلها. ونأكد كذلك على موضوع الخدمات اللي نحن دائما نأكد عليها يوميا، خدمة الطبيب لكل مواطن. اللي حاب يتعرف عليها أكثر بعد ممكن يزورنا في منصة هيئة الصحة بدبي. خدمة الطبيب لكل مواطن يعني تسهل وتخلي الشخص حتى ما يحتاج يروح للمستشفى، ممكن الطبيب يتواصل معه ويعطيه كل الأشياء اللي يحتاجها، وإذا يحتاج دواء يوصفه له ويروح بس يأخذها من الصيدلية. صحيح. ونختمها بالرسالة الصباحية اللي تقول: اجعل من يوم الخميس ختاما لأسبوع مليء بالإنجازات التي خططت لها، وابدع عطلك وأنت مرتاح البال، لا تكوز الأشياء ليوم الأحد، خلصها وارتاح. شعور اطلع وانت مرتاح، تستمتع بكل تفاصيل الإجازة. يعني اطلع وخلها إجازة، يعني لا تطلع وتقول لا بخلص يوم الأحد، طول الإجازة ما بداوم يوم الأحد، ما بداوم يوم الأحد، ما بداوم يوم الأحد، تاكل بعمرك تاكل بعمرك لين يوم القيامة. حتى لو في أشياء ما قدرنا نخلصها أو أن تحتاج وقت أطول، بس نحتاج أن نفصل في فترة من الفترات. يعني ما نجلس نفكر وايد في شغلة معينة، أو يعني على الأقل ياخذ الواحد راحة عشان يرجع، يعني يرجع دوام الطاقة أكبر ويقدر يركز على الموضوع اللي بعده يعني يحتاج وقت في تنفيذه. فعلا. غير هذا ان الواحد لما يعني ياخذ البريك هذا، لما يجي هو يعني زي ما يسمونه مرفرش، يعني نشيط. فنحن نتمنى ان الكل يعني ياخذ اجازه، ونتمنىها عطله سعيده، ونتمنىهم خميس ونيس، ونقول لهم خميس وما لي خلق ازعل، ودمتم بصحه وسعاده. ودمتم بصحه وسعاده اسم الجناحي، شكرا لك. هذه كانت فقرتنا بخصوص سوشيال ميديا. فقرتنا التالية بتكون الفقرة التوعوية، وبنتكلم أكثر عن أسباب عدم نزول الوزن. ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة فاطمة فريد. صبحت الله بالخير أستاذة فاطمة. صباح
صبحت الله بالنور والسرور. طبعا هذا أكثر يمكن شيء الواحد يفكر فيه، خاصة إذا اتبع نظام غذائي ويحس أن وزنه ما ينزل. صح. فحابين نتكلم أكثر عن أسباب عدم نزول الوزن. إن شاء الله. فصدق فكرت في هالموضوع لأن وايد من الأشخاص يتبعون نصائح غذائية، يعتقدون أن النظام الغذائي اللي يمشون عليه صحي، يسوون رياضة بس ما يشوفون نتيجة من ناحية الوزن. يعني بالرغم من المحاولات يعني اللي يسوونها، فقلنا بنتكلم عن بعض الأسباب ليش هالشيء ممكن يصير أو يحصل حق بعض من الأشخاص. فالسبب اللي بنركز عليه اليوم هو عدم معرفة الكميات اللي المفروض ناكلها من الأكل حتى لو كان هالأكل صحي. يعني عندنا وايد أكلات صحية تكون غنية بالسعرات الحرارية، ويعتقدون الأشخاص أن مهما كلوا من الكميات ما راح يأثر على وزنهم، ولكن بالعكس. أمثلة من هالأكلات أو الوجبات الغذائية صحية لكن غنية بالسعرات الحرارية، مثل زبدة المكسرات، نعم. زبدة الفول السوداني، زبدة أي نوع من المكسرات. يعني نحن نحسبها بملعقة الطعام، ففيها سعرات حرارية عالية، فبعض الأشخاص ممكن يتناولونها بكميات وايد كبيرة، فبالتالي هم يتناولون سعرات حرارية أكثر من احتياجاتهم. صحيح. ممكن حتى مثلا أطباق السلطات، في ناس تروح على مطاعم وتقول أنا باكل بس سلطة، بس السلطة اللي تكون فيه يعني طبق السلطة اللي يطلبونه يكون فيه مثلا جبن، يكون فيه مكسرات، يكون فيه زيوت وأنواع الصلصات الإضافية اللي بعد تضيف للسعرات الحرارية أكثر من احتياجات الشخص. صحيح. من الأطعمة الثانية اللي انتشرت في الآونة الأخيرة هي الأساي، المشروب الأساي. صحيح. معظم المطاعم يضيفون كميات كبيرة من السكر للأساي، فنحن يوم نتناول الطبق العادي يكون بعد غني بالسعرات الحرارية، نحن ممكن نعتقد أنه صحي. صح، هو الأساي الفاكهة نفسها صحية، بس طريقة التحضير وايد مهمة، والكميات اللي نتناولها بعد أهم، والإضافات كذلك. ونحن نادرا ما نسأل عن الإضافات اللي مضيوفة، لا يعني إذا بناكل شيء أو خذنا شيء ما نتأكد من الإضافات اللي موجودة. بالضبط. عندنا الجرانولا اللي أغلبية الناس أوكي بنسوي رجيم بنضيف الجرانولا، ممكن ناكله الصبح مع روب ولا مع يعني يكون الشوفان، بس يكون محمص بس بزيت زيت، وبعد يكون في اضافات سكريات او عسل، والعسل ممكن ما يكون طبعا طبيعي، ممكن يكون مضاف له سكريات، فبالتالي بعد يكون غني بالسكريات. فواكه مجففة مرات كذلك، او عسل ينضاف لكذلك. ايوه، غير هالاشياء والمكسرات على حسب النوع. الحين الحمص مثلا، الحمص طبعا نقول انه اصلا من البقوليات، لكن بعد فيه يعني طريقة تحضير الحمص تتطلب طحينية، وهاي أصلا فيها زيت السمسم، فغنية بالسعرات الحرارية، فلازم نحاسب على الكميات اللي نتناولها من الأطعمة هذه. المكسرات كذلك تكون غنية بالسعرات الحرارية مع أنها صحية وفيها دهون جيدة جدا للجسم، بس نحتاجها بكميات بسيطة، مو بلازم ناخذ أكثر عن احتياجاتنا. الأفوكادو، الحين أغلب الناس يسوون الجواكامولي أو هو طريقة تحضير الأفوكادو اللي يكون مع بعض الصلصات، يقولوا أفوكادو صحي ورح ناكله. صح، الأفوكادو صحي، بس بعد لازم نحاسب على كمية السعرات الحرارية اللي موجودة فيه. العصاير بعد تعتبر من يعني جزء من الوجبات اللي الناس ممكن ما تستغنى عنها، بس كل كوب منها ممكن فيه أقل شيء 140 كالوري على حسب نوع الفاكهة وعلى حسب كمية الفاكهة اللي محصورة، وإذا في إضافات للسكر ولا لا. فهاي بعض الأشياء، المشاكل اللي ممكن، بعض الوجبات اللي ممكن يعني يغفلون عنها الناس وما يحاسبون. صحيح. ما يحاسبون. وزيادة نفس ما قلت، يعني الواحد ياخذ فيه أنه مفيد، بس صحيح مفيد، بس بعد لازم ناخذك باعتدال. باعتدال، هو الهدف من هذا كله، أن الواحد يعني حاول أكله يكون دائما معتدل من ناحية النوعية والكمية.
صحيح. بالأكثر. أستاذة فاطمة، يانا سؤال عن طريق الرسائل النصية. دكتورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ممكن تشرحون نظام رجيم الكيتو ورجيم الصيام المتقطع، وذلك لأن منتشر بكثرة وخاصة في اليوتيوب أو وسائل التواصل الاجتماعي. هو نقدر نعطيكم يعني حتى لو باختصار. طيب باختصار، نظام الكيتو هو بس عبارة عن نظام عالي جدا بالدهون، نعم، وقليل جدا من النشويات، وفي نعم كمية بروتين معتدلة. نحن ما ننصح بنظام الكيتو لأن مهما كان في دراسات يعني مش كافية تبين تأثير المدى البعيد على الجسم. صح في ناس يتبعونه وزنهم ينزل بشكل كبير وملاحظ أكثر على النظام معتدل، لكن إذا الشخص ما عرف إنه يستمر يعني إذا ما كان متابع أخصائية تغذية أو يعرف بالضبط شو ندخل في أكله وتدريجيا كيف يطلع من نظام الكيتو، ممكن إنه يسترجع أضعاف الوزن اللي خسره. فبشكل عام نحن ما بننصح بهالنظام الغذائي الكيتو. وإن الصيام المتقطع، الصيام المتقطع هو بس مجرد إنه يصومون لفترات ممكن تكون مثلا من الصبح للمساء، ويكون يعني مو مثل الصيام اللي نحن نصومه في رمضان او شيء، يكون الفترات اقصر، لكن اهم شيء يكون في فتره صيام طويله يعني خلال اليوم، والاكل يكون بعد يعني متناسق والاكل نظام صحي يعني يساولونه في فتره الافطار. ممتاز. بس بعد هالانظام الغذائي كلهم يعتبرون من الانظمه اللي بعدها تحت الدراسات، وما نعرف شو تاثيرها يعني على المدى البعيد. البعيد. نشكرك استاذة فاطمة فريد، صراحه الموضوع جدا كان شيق، خاصه ومهم اسباب عدم نزول الوزن، وبينتيه بطريقه متشعبه كذلك بطريقه يسهل الواحد يفهمها، وبطريقه الامثله اللي طرحتيها كذلك. الله يسلمك. اخصائيه التغذيه في هيئه الصحه بدبي الاستاذه فاطمه فريد، شكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا التوعويه، وتكلمنا عن اسباب عدم نزول الوزن. طالعين فاصل ان شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحه وسعاده. مستمعينا الاعزاء، رجعنا لكم مره ثانيه في برنامج صحه وسعاده. اذكركم برقم التواصل 600551414 والرسائل النصيه على 4006. حياكم الله. ويانا اتصال هاتفي من الاخ انس. الو، صباح الخير. الله بالخير، صبحك الله بالنور والسرور. الله يسلمك، حياك الله ويانا. على راسي دكتوره. الله يسلمك. أنا تقريبا من 4 سنين نعم أعاني في مرض اسمه مرض داء الفيل. نعم. انسداد الشريان اللمفاوي، تحشر المي في الرجلين. نعم. عندي الساقين، الوحدة اليمين واليسار، كانت أول باليمين وحاليا قلبت معي في اليسار. نعم. إلي تقريبا الحين باليسار إلي 3 أشهر، وباليمين لها تقريبا 4 سنوات. فالشغلة هاي أعاني منها كثير، ما خلت مستشفى وما رحتها. راجعت أخصائي أوردة وشرايين، جراح مستشفى القاسم، رقدوني في مستشفى القاسم، رقدوني مستشفى راشد، رقدوني مستشفى البراحة، رقدوني مستشفى خليفة في عجمان، رقدوني. أحيانا دكتور أكون ماشي في السيارة مرة واحدة توصل حالة 39.5، أقرب مستشفى علي لازم أروح له، أترقد في المستشفى يعطوني المضاف الوريد. نعم. كل 12 ساعة بس يقولوا لي عشان خاف من الجلطات، لا سمحت تسوي لك جلطة ولا شيء. هذا الشيء اللي نقدر عليه، أكثر شيء ما يعرف في الموضوع اللي فيه. فيعملوا لي أشعة، يعملوا لي كذا، تطلع لي الفاتورة 5000، تطلع الفاتورة 6000 بشوي، فاتورة تطلع 8000 بشوي. فأموري متبهدلة يعني، الانتفاخ اللي فرد لي مو قادرين أتحرك، أطلع أروح أجي، يعني أمور كثير متبهدلة، ما أعرف شو أعمل. إلي سنة وشوي قاعد على الشغل، تراكم علي إيجار بيتي والتزامات وأمور، ما أعرف شو أعمل. فما اعرف يعني المرض، ما اعرف شو حل، يعني شو حله ما اعرف. المرض ياخذ فتره، صحيح ياخذ فتره طويله، يحتاج علاج معين وعلاج باستمرار، فيفضل ان تكون تحت يعني مراجعه مع اخصائي جراحه شرايين واورده.
في مرات يمكن يتبعون وياك طريقة أن علاجات طبيعية معينة عساس الانتفاخات ما تتعب كثير وما تزيد بحجمها، لأن أكثر الانتفاخات تكون في الرجل، ومرة في الرجل وحدة مرات تأثر في الساقين مو بس في الرجل نفسها. كانت في اليمين، يعني كانت عندي في اليمين وحاليا انتقلت عليه في اليسار، بس اليسار حتى حاليا صار عندي زي نشفان في الرجل من تحت زي الشفان، يعني يا تفرز ماده سائله. هي تاخذ صح، مرات تفرز من الانتفاخ ومرات يكون من الالتهاب نفسه، فنحن ننصحك تحتاج انك تتابع مع دكتور اورده وشرايين، وبنخلي تعديني في دكتور معين، لاني ما كل بناخذ ان شاء الله ما يهمك، نحن بناخذ رقمك وبنتواصل وياك وبنحدد لك موعد حتى لو في مستشفى راشد مع اخصائي جراحه اورده وشرايين. الله يجزيك الخير دكتور ما شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية. مستمعينا ننتقل لفقرتنا لليوم، واليوم بنتكلم عن مباحثات أكاديمية في معرض الصحة العربي. تختتم هيئة الصحة بدبي اليوم مشاركتها بمعرض الصحة العربي بعد استعراضها للعديد من الإنجازات والمشاريع والمبادرات الذكية اللي تستهدف مختلف فئات المجتمع. وقد حرصت الهيئة خلال مشاركتها بالمعرض على بحث سبل التعاون المشترك مع مختلف الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية العريقة. وللحديث عن هذا الجانب يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة وديعة شريف مديرة إدارة التعليم الطبي بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير دكتورة وديعة. حياكم الله، مرحباكم. حياك الله ويانا في البرنامج. يا هلا فيك دكتور عاشة، شخبارك؟ الحمد لله، حياك الله وياني. دكتورة، بداية حابين نتحدث عن اللقاءات اللي عقدها معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي مع ممثلي المؤسسات الأكاديمية، ونتعرف كذلك على هذه المؤسسات والمواضيع اللي تم نقاشها. نعم، خلال مؤتمر الصحة العرب للأربعة أيام الماضية، واليوم بيكون يوم الختامي إن شاء الله، التقى معالي حمد القطار مدير عام هيئة الصحة بدبي عدد من الوفود من خارج الدولة وداخل الدولة، سواء كانت مؤسسات أكاديمية علمية بحثية، بالإضافة إلى عدد من الشركات والمستشفيات داخل وخارج الدولة. طبعا إذا أنا بتكلم في مجال الأكاديمي والمؤسسات التعليمية والطبية البحثية، إحنا كاتتنا عدد لقاءات مثلا مع الكلية الملكية الكندية، بالإضافة إلى المنظمة الكندية، هي منظمة كندية دولية للتعليم الطبي. بالأمس كان لنا لقاء مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، واليوم راح يكون عندنا اجتماع إن شاء الله مع الكلية البريطانية بإذن الله. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق في هذه المحادثات. كذلك اليوم أمس كان هناك لقاء موسع لمعالي حميد القطامي مع وفد سعودي برئاسة معالي توفيق الربيع وزير الصحة السعودي. ما هي أبرز النقاط دكتورة اللي ركز عليها هذا الاجتماع فيما يتعلق بالتعليم الطبي؟ نعم، بناء على زيارة معالي حمد القطامي مع الوفد الإماراتي للمملكة العربية السعودية، كان لنا عدة طبعا شراكات، وعلى بناء عليه راح إن شاء الله نوقع اتفاقيا بين الهيئة وبين المملكة، وفي بالذات ما يخص في يعني طبعا في الصحة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. يعني حتى هذا كانت يمكن أبرز النقاط اللي احنا طرحناها البارحة، كانت على المجال الأكاديمي اللي بتكلم عنه. كانت لنا لقاء مثلا احنا اذا كيف نوقع، يكون عندنا مركز تنسيق في دبي ان شاء الله، فالمركز في دبي هني بتنظم عدة مجالات تخصصية. في البداية راح ان شاء الله نستقبل وفد للاعتماد المؤسس للتعليم الطبي بإذن الله، هذا يكون الشهر القادم، وبالإضافة إلى أن تكون عندنا اعتمادات برامج. طبعا هذه الأول مرة راح يكون عندنا يعني أو ممكن المملكة بيكون مركز خارج المملكة، وراح نستضيف المركز هني عندنا في دبي، وراح يكون بإدارة الهيئة السعودية نفسهم، بيكون عندهم مرشح ممثل من طرفهم، وعلى اعتبار أن نعتمد كل برامجنا تكون مدرجة تحت برنامج الهيئة السعودية، يعني باعتبار الخريجين راح إن شاء الله يحصلون على البورد السعودي، بالإضافة طبعا إلى البوردات الموجودة حاليا، وإضافة إلى الاتفاقيات يمكن شراكات الحين ماشي حاليا مثل ما قلنا مع المنظمة الكندية، هي الكلية الملكية الكندية، راح إحنا بعد نستضيفهم هم بعد إن شاء الله عشان الاعتماد المؤسسة
باعتماد البرامج التخصصية. فإن شاء الله الخريج يكون عنده يعني مجال أنه يحصل على أكثر من شهادة وأكثر مؤهل حسب هو المسار التعليمي أو الأكاديمي أو الوظيفة اللي راح هو قاعد يعني يرسم له في المستقبل. صحيح، وهذا كان يأهلهم إن شاء الله يقدمهم النعم للزمالات العالمية. العالمية صحيح، وهذا له دور كبير، يعني التعليم الطبي وكذلك الاعتمادات وشهادات نفسها لها دور كبير. فيعني جميل إضافة يعني خبرات من دول أخرى ودول معروف عنها يعني مسارها الطبي التعليمي قوي، يعني يعني بقوة كبيرة مثل السعودية طبعا. وكذلك كندا طبعا. واحنا عندنا اصلا يمكن هيئة الصحة وبالذات كدبي احنا سباقين في البرامج الالكترونية والبرامج الذكية، فنبغى نسخر هذه الامور الموجودة بحيث نتبع الطلبة، وراح ان شاء الله نقوم بتدشين نظام الكتروني ذكي يتبع برامج مثلا او احنا سوين بيرفورمنس او مدى جدوى مثلا البروسيجرز او وتبر اللي هم محتاجين في كل تخصص ان الطالب يقوم به قبل يعني يرتقي للسنة اللي وراها. فهالنظام ان شاء الله باذن الله مجرد ما نستضيفه يعني تم تدشين عندنا فيأهل حتى يكون مثل داشبورد، يعني حتى مدير البرنامج او القائم والمشرفين على البرامج يروح يعني يكونون عندهم مثلا تصور كامل مدى كفاءه وجوده اداء الطلبه الموجودين في البرامج التدريبيه المختلفه، وحتى ممكن يكون يعني يتبعونهم مثلا المؤسسات التعليميه الاكاديميه العالميه اللي احنا نتبعهم سواء الكنديه او البريطانيه. فهذا طبعا حتى أهل الطالب نفسه يعرفوا أنه هو وين عنده النقاط مثلا يحتاج فيها تحسين أو يشتغل عليها أكثر بحيث أنه يأهله أنه يرتقي للسنة اللي وراها. صحيح. إن شاء الله نتأكد من جودة الأداء. إن شاء الله إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق. دكتورة وديعة، حابين نتحدث بشكل عام عن إدارة التعليم الطبي بهيئة الصحة بدبي وكذلك الاتفاقيات التعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية العالمية. يمكن احنا يعني اهم النقاط اللي حابه اذكرها ان الحمد لله تم اعتماد استراتيجيه هيئه التعليم الطبي هيئه الصحه في دبي الفتره الماضيه، والاستراتيجيه هذا يعني نرسمها على مدى 10 سنوات القادمه باذن الله. فهذه بالدرجه الاولى راح تنظم لنا عده خدمات في التعليم الطبي بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص سواء داخل وخارج الدوله، وعلى اساسها احنا بدينا نقوم بدراسات لتحديد المستشفيات المؤهله لتصبح مستشفيات تعليميه سواء في القطاع العام ولا الخاص عندنا، ونسخر هالقطاعات المختلفة في القطاعات الخاص بحيث أنها تكون تابعة لهيئة الصحة بدبي وحوكمة التعليم فيها، وهذا يأهلنا أن نفتح فيها يعني عدد أكبر بحيث نستقبل أكبر عدد من الطلبات من يعني الأطباء اللي هم محتاجين يكونون في دراسات التخصصية. طبعا من الإضافة إلى أن احنا اليوم قاعدين نعد مناهج البرامج الامتياز والإقامة وكذلك للزمالات وفق أفضل الممارسات العالمية، ومثل ما قلنا احنا نبغى نربطها كلها بآليات قبول إلكترونية وحتى متابعتهم إلكترونية بالأبليكيشنز الذكية السمارت أبليكيشنز إن شاء الله. ممتاز، نتمنى لكم دكتورة وديعة كل التوفيق إن شاء الله. دكتورة وديعة، كلمة أخيرة توجهينها المستمعين خلال البرنامج. والله أحب أقول إن شاء الله يعني إحنا بإذن الله راح نكون على أمل نكون على ليفل التوقعات المتوقعين من عندنا الطلبة سواء كانوا في البرامج المختلفة الموجودة، وكذلك إن شاء الله نسد حاجة المجتمع من أطباء ذات كفاءة عالية بحيث إن هم يرتقون لمستوى جودة الأداء اللي إحنا نرتقيها دائما ونطلبها، إن شاء الله دائما تكون وفق أفضل الممارسات العالمية بإذن الله. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق. دكتورة وديعة الشريف، مدير إدارة التعليم الطبي بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. حياكم الله. حياك الله ويانا. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا بخصوص مباحثات أكاديمية في معرض الصحة العربي. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم، خلكم ويانا. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600551414 وعلى الرسائل النصية على 4006. حياكم الله. نتحدث الحين عن دراستنا. الدراسة تقول هل التدخين يؤثر على الصحة النفسية؟
أظهرت نتائج دراسة جديدة، نتائج مثيرة عن علاقة التدخين بالاكتئاب، وقالت إن السجاير تؤثر على الصحة النفسية إلى جانب أضرارها المعروفة واللي تصيب الجسم. ولفتت نتائج الدراسة اللي نشرتها دورية بلوس وان الطبية الانتباه إلى أن التدخين يثير مشاعر وانفعالات سلبية، إلى جانب أنه يرفع مستوى الأكسدة ويزيد السموم في الجسم والدماغ، وهو ما يشكل بيئة خصبة لأعراض الاكتئاب. واعتمدت الدراسة على إجراء استبيان 2138 طالب في جامعتي بريستينا في كوسوفو وبلغراد بالصرب، وتقيس أسئلة الاستبيان درجة الاكتئاب لدى الشخص، وتبين أن 14% من طلبة جامعة بريستينا المدخنين لديهم اكتئاب، و 4% فقط من غير المدخنين، بينما بلغت نسبة الاكتئاب بين الطلبة المدخنين في الجامعة 19%، أما بالنسبة لغير المدخنين فكانت 11%، وهذه نسب تختلف كذلك. يعني يمكن أشخاص كثيرة تقيس أن بالعكس، يعني خاصة المدخن يقول لا أنا أرتاح أستانس بالعكس ما بي، بس يمكن كذلك الأضرار الثانية اللي يسببها له التدخين أو كذلك الأمراض، مو فقط التدخين بسبب كذلك الأمراض اللي يسببها تؤدي إلى الاكتئاب، خاصة أن فترات طويلة، خاصة أن إذا كانت فترات طويلة يعني الشخص على أدوية معينة بسبب الأمراض اللي صابته من التدخين. ننتقل فقرتنا مستمعينا وبنتكلم عن معرض الصحة العربي. طبعا تستعرض هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها بمعرض الصحة العربي نظام إلكتروني جديد لإصدار شهادات الولادة والوفيات من كافة المستشفيات الحكومية للمساهمة في توفير وقت جهد المتعاملين وتقليص الفترة الزمنية اللازمة للحصول على الخدمة. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة بدرية الحرمي، مديرة إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير دكتورة بدرية. صباح النور والسرور دكتورة عاشة، حياك اللي يسمعونا. حبيبتي حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. والله اشتقنا لكم يا دكتورة عاشة، من زمان ما سمعنا صوتكم. واحنا اشتقنا لكم اكثر، استانسنا انكم موجودين ويانا اليوم في البرنامج. دكتورة بدري، حابين نتعرف اكثر عن هذا النظام؟ زين، عندنا اليوم باذن الله افتتاح نظام اطلاق نظام الحل، والنظام مثل ما ذكرتي نظام إلكتروني. نعم. لإصدار شهادات الوفاة الوفيات والمواليد للقطاع الخاص بالحكومي لإمارة دبي لكل المقيمين والمواطنين على في إمارة دبي. نعم. طبعاً إحنا سميناه الحمد، ما سألتيني ليش سميتي الحمد. صحيح. لأن إحنا يعني مثل ما نقول الواحد يحمد ربه دائماً على كل سواء يعني على كل الظروف ومن كل الأشياء اللي تمر فيه. يمر فيها صح ولا لا؟ صحيح صحيح. يعني ولادة أو كان حتى يعني حالة وفاة. صحيح. واختيار الاسم كذلك يعني له ميزة، يعني الاسم يعني سبحان الله اسم الشيء حتى لو كان نظام أو شيء يعكس كيف هذا الشيء، وسبحان الله يعطيه طاقة معينة يعني تبرز أكثر. أكيد. زين، أهداف نظام الحمد هذا. نعم. إنه مثل ما ذكرتي طبعا تسهيل عملية يعني ورحلة العميل إصدار شهادات الوفاة والميلاد. نعم. وكذلك تحقيق مستوى عالي من الرضا بين المتعاملين. طبعا ميزات المشروع هذا أو ميزات نظام الحمد إنه يوفر علينا الوقت، يوفر علينا الجهد. هذا النظام مربوط طبعا بأنظمة أخرى في يعني جهات حكومية أخرى أو جهات هي مسؤولة عن إصدار الشهادات والوفيات، بحيث إن إحنا نسهل على العميل بدل ما إنه يمر على الجهات هذه كلها مثل رحلة السابقة أساس إنه يحصل الموافقات لإصدار هذه الشهادة. لا، أنت عندك تصير مكان واحد وبإلكترونيا تصدر هذه الشهادة، لأن هذا النظام مربوط بكافة الجهات الأخرى. ممتاز، وهذا وايد بيسهل أشياء وايد خاصة على العميل نفسه. طبعا تقريبا يعني من يعني 15 الى 20 دقيقه يكون خلاص خلصت كل الامور. بالاضافه ان بعد كذلك الناس اللي مثلا تحتاج ترجمه للشهادات الوفاه والميلاد، لا
نحن عندنا في النظام هذا إلكترونيا تطلع الترجمة وما يحتاج حتى أنه يودي الشهادة لأي مثلا ترجمة قانونية أو غيرها. النقطة الثانية كذلك إحنا سهلنا بعد على العميل بدل ما وبعد كنا متماشين مع استراتيجية البيع بلا ورق، إن العميل ما يحتاج إن اليوم يطبع أوراق أو يصير الجهات المعينة ويحصل من عند الموافقات أو حتى دواقيع، لا خلاص النظام مربوط إلكترونيا والشهادة تطلع وبالتوقيع الإلكتروني كذلك. ممتاز دكتورة بدرية، طبعا لكل ما نقول مشروع أو نظام له نتائج تكون متوقعة، فشو النتائج المتوقعين من هذا المشروع؟ طبعا احنا يعني هدفنا أن يكون عندنا هناك نظام متكامل لكل إمارة دبي يربط جميع الجهات ويسهل عملية إصدار هذه الشهادات مثل ما ذكرنا، ويعني يكون كل إلكتروني 100%. ممتاز دكتورة بدرية، كيف كذلك الاستفادة من الخدمة ورحلة المتعاون للمتعامل للحصول كذلك على هذه الخدمة؟ زين طبعا نحن إصدار الشهادات هذه الوفيات والمواليد تتم من نفس المستشفى اللي مثلا تصير فيه الحالة سواء إذا كان في الحكومة حاليا. زين بالنسبة للقطاع الخاص عندنا مركزين، في عندنا في الأبتاون مرزق وعندنا كذلك في أبراج بحيرات جميرة بالنسبة للقطاع الخاص. نعم. فاللي يصير إن العميل يصير عند مراكز الخدمة هذه ويقدم طلب إصدار الشهادة من الموظف، وبناء على طلب العميل يقوم الموظف باستكمال جميع البيانات الإلكترونية وإصدار الشهادة معتمدة من جميع الجهات. طبعا نظام الحمد حاليا نحن على مراحل، المرحلة الأولى وهي يعني ربطنا ببعض الجهات والحمد لله اكتمل الربط هذا زين، والمرحلة واللي بالنسبة للشهادات اللي تصدر من الجهات الحكومية طبعا المستشفيات الأربعة مالنا في الهيئة، وبالنسبة للقطاع الخاص مثل ما ذكرت اللي فيهم أبراج بحيرات جميرة وكذلك أبتاون مردف. المرحلة الجاية إن شاء الله بيكون إن كل مستشفى يصدر الشهادات والميلاد من نفس المكان، وبالتالي إحنا سهلنا على العملاء يعني رحلتهم. وايد هذا الشيء وايد بيسهل على الأشخاص لإصدار يعني شهادات تكون مهمة وضرورية كذلك، يعني بخصوص يعني وبطريقة سهلة وتوفر عليهم الوقت والجهد كذلك. يعني مثل الواحد مثلا اليوم إذا صار في مثلا حالة ولادة أو حالة وفاة لا سمح الله، يعني بدل ما إنه يشيل كل الأوراق هاي ويوديها أي جهة ثانية، لا من نفس المكان أنت بتحصل الشهادة لأنها موقعة إلكترونية وخلاص، يعني الشهادة بكل سهولة مربوطة بكل الجهات تطلع من نفس المكان. صحيح. هذا هدفنا وهذا اللي نسعى له. هذا ونتمنى لكم كل التوفيق دكتورة بدرية. شكرا دكتورة عاشة، وشكرا لكل مستمعينا، ونتمنى لكم دائما الصحة يا رب والسعادة. إن شاء الله نتمنى لكم الصحة والسعادة وبالتوفيق إن شاء الله في نظام الحمد إن شاء الله. الحمد. شكرا. شكرا. كانت يانا الدكتورة بدرية الحرمي مديرة إدارة حماية الصحة العامة، شكرا لك دكتورة بدرية، وتحدثنا عن نظام الحمد ويتم إطلاقه إن شاء الله في معرض الصحة العربي. طبعا الأنظمة يعني اللي الحين ابتدأ يعني تكون تطلع وكذلك يعني سهلت كثير من رحلة المتعامل، بدال ما يعني يحتاج الأكثر من مكان يصير على أساس يطلع شهادة معينة أو وثيقة معينة، الحمد لله ابتدت الجهود تتكاثف ويقدر يصدرها في دقائق نقول معدودة مرات وفي مكان واحد، مع أنه يحتاج الأكثر من شيء معين أو أكثر من هيئة تشتغل على هذه المعاملة، بس يعني الحمد لله الحين على تطور والحمد لله القائم عندنا، فيعني في جلسة واحدة يقدر ياخذ هذه المعاملة أو كذلك هذه الشهادة في نفس الوقت وفي دقائق معدودة. نرجع مستمعينا لدراستنا، الدراسة اللي كانت تذكر أن ارتباط أو تأثير التدخين على الصحة النفسية، وفي الدراسة ركزوا على طلاب من جامعات معينة إضافة إلى أساتذة من هذه الجامعات، وربطوا كذلك بين يعني النسبة للاكتئاب في الأشخاص اللي مدخنين والأشخاص غير المدخنين كذلك، في فارق
حتى لو نقول بسيط بس بعد يعتبر فارق من ناحية الأشخاص اللي عندهم اكتئاب وهم مدخنين، على عكس الأشخاص اللي ما عندهم اكتئاب أو نسبة الاكتئاب قليلة فيهم. والربط كذلك أن التدخين واحد من أسباب اللي بيؤدي لهم إلى الاكتئاب، ما فقط التدخين كذلك الأمراض اللي يسببها التدخين، لأن أمراض كثيرة يسببها التدخين. يعني في مرات حتى في أشخاص بيقول لك ما سبب لي مرض خطير، بس يسبب لك مرات الكحة المزمنة، ضيق النفس المزمن، الواحد يضيج كذلك من هذه الأعراض اللي سببها له. فهذه بعد كذلك واحدة من الأسباب اللي بتزيد عليه، أن ما فقط التدخين كذلك الأعراض اللي يسببها التدخين بخصوص الاكتئاب، ما فقط أنه بيسبب بنفسه الاكتئاب. ننتقل لدراسة ثانية مستمعينا، ودراسة يمكن الأشخاص تفضلها، خاصة اللي يعني يعتمدون على العمل المكتبي وتكون ساعات عملهم طويلة. تقول الدراسة العمل المكتبي لساعات طويلة يرفع من ضغط الدم، وأكدت نتائج دراسة كندية جديدة أن إصابة الذين يقضون معظم ساعات النهار، نركز عليها الساعات النهار ومعظمها في عمل مكتبي، بارتفاع الضغط محتملة جدا، وأن نوعية ضغط الدم المرتفع في هالحالة من الصعب تشخيصه خلال الفحوصات الطبية الدورية. وأفادت النتائج بأن العمل داخل مكتب لمدة 49 ساعة في الأسبوع يزيد خطر الإصابة بارتفاع الضغط بنسبة 70%. ورصدت النتائج اللي نشرتها دورية هايبرتنشن أن العمل المكتبي لمدة 49 ساعة في الأسبوع أو أكثر يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع الضغط المزمن بنسبة 66%. وأجريت الدراسة من فريق بجامعة لافال وثلاث معاهد بحثية في مقاطعة كيبك الكندية، وقالت أن خطر العمل المكتبي على ضغط الدم يكون محدود عندما يبلغ عدد ساعات العمل الأسبوعي 35 ساعة أو أقل. ناخذها كذلك من منظور آخر، يعني حتى لو الأشخاص كانت عدد ساعاتهم طويلة في مكاتبهم، طبعا كل شخص أكيد عنده ساعات يعني الواحد يريح فيها، يعني ما أقولك العمل يكون متواصل، نقدر كل ساعتين الواحد يأخذ له راحة 10 دقائق أو ربع ساعة يتحرك حتى لو فيها. التركيز هنا كان على العمل المكتبي، أشخاص ما تتحرك، وصح هذا بنشوفه في ناس وايدة ما تتحرك من على حتى كرسيها لفترات طويلة، مركزة فقط على شاشة الكمبيوتر أو مركزة على، يعني معظم الأشغال تعطي فرصة أن الواحد حتى لو بعد ساعة ساعتين يأخذ راحة شوية يتحرك يرجع، حتى يوم بيرجع بتكون قابلية للعمل ونشاطة ترى وايد أكثر من الأشخاص اللي يكونون قاعدين فترات طويلة بدون أي حركة أو بس التركيز في الشغل. مرات نتخوف أن حتى هالدقائق بتأثر على الشغل وما بنسلمه بسرعة أو أن بتعطل الشغل، بالعكس يعني دقيقة دقيقتين أو 5 دقائق ما بهالدرجة بتأثر في عملنا، بالعكس يمكن هاي الراحة اللي بناخذها في 5 دقائق نرجع عقبها بقوة أكثر نكمل عملنا فيه أكثر. هذه الأشياء كثيرة تقي ما فقط من ضغط الدم، تقي حتى من الآثار المترتبة، يعني الواحد تضرب ضيج، اكتئاب من الشغل، ضغوطات في العمل، فهاي الأشياء كلها كذلك يعني لن نستخسر أو نقلل من قدر 10 دقائق راحة بين كل ساعتين، يعني 5 دقائق 10 دقائق الواحد حتى يحس أن يوم يرجع بطاقة أكثر. مستمعين أذكركم برقم التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا، عندكم أي اقتراحات أي مداخلات حياكم الله. ننتقل بحدثكم في موضوع الحين بخصوص طبعا تغيرات الأجواء عنا من ناحية البرودة في الجو، الأطفال واحتكاكهم كذلك في المدرسة، الكبار في دواماتنا، تغيرات الجو هذه كلها تنتج مرات منها يعني ما أقولكم كتحسس بس كذلك أمراض معينة، كذلك نحتاج أن نقي نفسنا منها حتى قبل ما نعالج المرض نفسه. والجو طبعا تغير، طبعا نحن هذا الجو كنا نحب الطلعة فيه، يعني سبحان الله يزيد نشاطنا أكثر وطلعاتنا أكثر في هذه الأجواء اللي تكون باردة. مرات حتى
ما نراعي أن لبسنا لبس بحيث أن يدفينا، يعني يمكن معظمنا ما نركز على هذه النقطة، بالعكس يعني نحب سوينا الأجواء الباردة أكثر لأن نفتقد هذه الأجواء، يعني في السنة بنلقاها شهرين ثلاثة شهور، فطلعاتنا أكثر تكون في هذه الأجواء، يعني الطلعات الرحلات، تعرضنا للهواء برا، تعرضنا حتى يعني لاحظوا أبسط الأشياء، طبخنا مرات يكون برا في رحلاتنا الخارجية للبر أو للمزرعة، فتلاحظون أن حركتنا كانت يعني استوت أكثر، تعرضنا للجو برا أكثر، سواء صغار سواء كبار، حتى سبحان الله يعني نفسية الواحد أن يطلع نشيط طول اليوم ما يبغي يرقد في النهار، يعني مع هذا الجو وتغيره، وخاصة درجات الحرارة اللي تكون منخفضة ويكون الجو بارد فيها، فنراعي أشياء معينة خلال هذه الفترة أساس نستمتع في الفترة بطولها، ما بفترات معينة وعقب نتعب أو يصيبنا يعني زكام أو تصيبنا حرارة أو مرات حتى الشد العضلي يصيبك من تعرضك للبرد لفترات طويلة وأنت ما مدفي نفسك. بالنسبة لي الناس يعني ككل ان تحاشى او ان تبتعد عن الاماكن اللي يكون كثير مزدحمه، بالنسبه لي نغسل ايدنا اول باول، بالنسبه لي الاشخاص اللي عندهم فرضا امراض مثل مرض الربو نركز على الادويه، في ادويه ياخذها الشخص للحاله اللي تي اول ما تي حاله الربو مثل الكحه او ضيق النفس او الاشياء اللي تباعد منه، يعني يعرفون في شيء دواء وقائي وفي ادويه معينه، خاصه هذه الفتره بتلاحظون ان كثير منا يطلع للبر نشوي برا، نتعرض للغبار للدخان، فهالأشياء كلها تهيج ناس معينة خاصة اللي عندهم الربو، حتى اللي عندهم ترى زكام هاي الفترة بعد نفس الشيء، الغبار تأثر للروائح القوية، التأثر كذلك للدخان في الشوي هذا يزيد عليهم هذا الشيء، فنتجنب قد ما نقدر. ثاني شيء ناخذ احتياطاتنا، يعني ناخذ أدويتنا بشكل صحيح. ثالث شيء نزيد من السوائل الدافية، يمكن أشخاص كثيرة تقول معقول بتعطي وايد، تعطي فايدة يعني صح، سوائل وتكون بسيطة ودافية بس يعني تعطي نتائج كثيرة وكبيرة للجسم من ناحية وقايته، من ناحية قوته، من ناحية حتى تقلب على المرض. أي يعني مشروبات أنا أفضلها تكون دافية، نفضل طبعا أكيد يعني نفضل الأعشاب، أعشاب معينة، الزنجبيل طبعا خاصة في هذه الأجواء، بس فرضا في ناس ما تتحمل هاي الأشياء، ما تتقبل تشربها، ما مشكلة عندنا الحمد لله، الله يزيد ويبارك، مشروبات كثيرة يقدر الواحد يشربها والأهم تكون دافية. كذلك أي شخص يحس أنه يعني خاصة بالنسبة للأطفال، حسيتوا أن الطفل عنده حرارة، الطفل عنده الزكام، عنده كحة، يفضل ليسير على الأقل يعني يوم أو يومين على الأقل ياخذها كإجازة مرضية، ليش؟ أساس ما تنتقل العدوى لأطفال ثانيين، وكذلك أساس ما تزيد الحالة عليه أكثر، يعني نعرف الزكام خاصة الإنفلونزا تحتاج فترة راحة، أول ما يرتاح الشخص خاصة الأطفال، الأطفال ما يراعون أشياء كثيرة مثل غسل اليد، مثل ما بعطس فيه أي حد وياي، بالعكس الأطفال يكونون ما بعارفين هذه الأشياء، وصح نحن نحتاج نعلمهم، بس خلال هذه الفترة أساس بس ما تنتشر أي عدوى من بين أي شخص أو أطفال معينين في المدارس. بالنسبة لي كذلك الأشخاص اللي عندهم مرض السكر، يعني راعي أن أدويتنا ناخذها بانتظام، بالنسبة لي تطعيم الإنفلونزا ناخذ سنويا، وكذلك للأشخاص اللي يعانون من الربو، الأطفال نعلمهم ونركز على نقطة معينة اللي هي غسل الإيد بانتظام، طبعا دائما يلعبون بالألعاب يكح على اللعبة ما ينتبه لأن الطفل سبحان الله وتلهي أشياء كثيرة، بس يوم نبتدي نعلمه على هذه الأشياء من البداية يتعلمها ويلقطها. ونتمنى لكم طبعا وافر الصحة والسعادة، وإن شاء الله إجازة نهاية أسبوع جميلة وسعيدة للجميع، وخاصة في هذه الأجواء الجميلة والبرودة، وما أقولكم يعني كنا نتمنى تزيد البرودة وتطول فترتها. مستمعينا كانت هذه فقرتنا وحلقتنا لليوم البرنامج صحة وسعادة، نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسين البلاء.
تعاونا، في التنسيق ميرا القفلي، وفي الإخراج نمر محمد. يعطيكم العافية جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.